بس هدي لها الايباد هي الفصل اللي فاتت دي كان الجهاز هو اللي فصل، المرة دي بقى لا يفصل. طيب ده كده رينج تاني. اتنين بقى نتورك تانية اللي هي زي ما قلنا نتورك السيلز. كده الاتنين دول في نتورك ودول في نتورك تانية، ده هنا مهندسين وده هنا سيلز. تعالى ده هضطر بقى نعمل ايه، بدل ما يبقى اتنين سويتش هنعمل اتنين فيلان، ونحط في كل فيلان الايه البي سيز بتاعته. تعالى نشوف الكلام ده، احنا كله اتضفلت خالص من الاول يعني عشان تقولوش ما في الباسورد وي وي فاتمسح من الاول. طيب هنا كونفج هنكريت فيلان اتنين، هي فيلان واحد خلاص، او ممكن خلاص نبعد عن الفيلان واحد، هنكريت فيلان اتنين دي هنسميها الانجينير. كده كرييتد خلاص فيلان 3. انا عايز اعمل دو شو فيلان بريف عشان اقول لك ان مش لازم حتى تدي لها نيم، تونس ان انت كريت فيلان خلاص الكرييتد. تعالى ندي لها نيم سيلز. بقيت في عندنا فيلان 2 انجينير وفيلان 3 سيلز اكتف، لكن كل الانترفيسز لسه في فيلان واحد اللي هي باي ديفولت. طب تعالى بقى نقصين، هنا عندي انترفيس هنخش كل جوه انترفيس فاست 0 1 سويتش بورت مود ده اكسس، في عندنا مودين مود اكسس ومود ترانك. ايه المود ترانك دوت هنشوفه ليتر اون. مود ترانك بيبقى بين السويتشات وبعضها زي ما قلنا زي الايه العربيه النقل او اللوري شايله بوكسات او شايله اكتر من فيلان، لكن انا متوصل بكمبيوتر واحد طالع منه فيلان واحده خلاص يبقى مود اكسس. وسويتش بورت اكسس فيلان والله انت اتنين بس الانجينير، واكرر الكلام ده على الانترفيس التاني سويتش بورت مود اكسس فيلان اتنين. مش لازم في حاجة اسمها رينج، رينج بدل ما اكرر خلاص من 3 ل 4 بدل ما اخش اكونفيجر بورت بورت، لا انا باخد رينجين هنا كده رينج من 3 ل 4 سويتش بورت مود اكسس والله انتوا فيلان 3. تعالى نعمل شو فيلان بريف. بقى عندي 3 فيلان دي اللي هي الديفولت وستيل باقي الحاجات، هنا فيلان 2 اللي هي الانجينير بي سي 1 و2 على الانترفيس 1 و2 والسيلز على 3 و4. تعال نبنج بقى بيبنج بي سي نوت على بي سي 1 الاثنين في اداره واحده للانجينير.
طبعا على السيلز ما بينجش، الاتنين في VLAN مختلفة، في نتورك مختلفة، برودكاست مختلف، فما فيش ريتشابيلتي. ده لو رحت نفس الكلام، مش مهندس احنا ما استخدمناش كده الترانك في حاجة، يعني انا شفت ان احنا ما استخدمناش احنا الترانك لسه، دلوقتي. احنا الترانك هيجي دلوقتي، احنا لسه شغالين على سويتش واحد. قلت لك تمام، الترانك هو هنستخدمه لما يبقى فيه سويتشين، لسه هنعمل ابجريد، لسه وان باي وان. انا كنت فاكراها هنستخدمه لو في سويتش واحد. تمام، لا ملوش استخدام. بيبنج على صاحبه، ودول نفس الكلام، هتلاقيهم بيبنجوا على بعض لكن ما بيبنجوش على الانجينير. السيلز لوحدهم كأن السويتش ده مقسوم نصين، نص للانجينير ونص للسيلز. والله عندك حاجات تانية ممكن تعيش، ممكن تكريت بقى براحتك، عندك حرية زي ما كنا قلنا للبشمهندس قبل كده، كونفيج تي فيلان للواي فاي، فيلان 4، سوري، فيلان في 4، نيم واي فاي، فيلان 5 دي للاي بي فون مثلا، فويب، فيلان 6 للكاميرات مثلا سي سي تي في. لو جيت عملت شو فيلان بريف، هما كريتو اهم الواي فاي والفويب والسي تي في موجودين لا واكتف، لكن البورتات لسه ما ايه ما لهمش بورتات، فهم موجودين كده وخلاص، انا بسميها موجودين في الهواء يعني، لكن ما لهمش حاجه فيزيكالي موجودين عليها او انترفيسز موجودين عليها. والله جيت بكره وركبنا، قررنا يا باشمهندس هنركب على انترفيس فاست 020، هنركب كاميرا مراقبة، يبقى سويتش بورد مود اكسس، سويتش بورد اكسس فيلان، كاميرا المراقبة يبقى 6. ده الادمن بقى اللي بيحدد كده، الادمن اللي قاعد على في الادمن و... السويتش. اه الادمن اه يعني انت الادمن مع الكوابل اللي بتترمي، انتوا الاتنين مع بعض يعني. الراجل بتاع الباسف بيقول لك والله يا باشمهندس ده على بورت رقم 6، ممكن تقولي له لا معلش بعد اذنك تعالى من عند الفريم، وغير لي شقلب لي بدل ما تخليها 6 خلي لي اخر 4 بورتات للكاميرات عشان ما تلخبطش، عشان ما تبقاش الدنيا سايحه. طبعا كل ما تنظمي الدنيا كل ما تبقى الدنيا كويسه، يعني تخلي تمام، مثلا كده تبقى منظمين كده. بحب الايه الادمن او النتورك ادمن بتاعنا او النتورك انجينير، يبقى مثلا اخر 4 بورتات معروفين للكاميرات المراقبه، اخر اللي قبليهم مثلا للسيستي للاي بي فونز وهكذا. طبعا الكلام دوت احنا بنحلم بيه، لكن بعد كده لما الدنيا بتبقى زحمه وي تلاقي مولد طبعا وافلام، وبتبقى فيلانات كتيره، ويعني لو في ناس كتير كمان ما بتكتبش النيم، احنا عند في ثقافه كده ان تخلي ايه عشان تسكيور يور جوب، ان انت ما ايه انت اللي تبقى عارف الفيلان دي بتاعت ايه، فما تقومش كاتب النيم بقى، يجي بعديك يقعد يلف حوالين نفسه دي بتاعت ايه، عشان يعني ما علينا. تمام. طيب كده كريتنا الفيلانز ديت. طيب تعالوا بقى نكمل، تعالوا نحط بقى سويتش تاني، دول كده هنا في فلور او الدور الاولاني. طيب جينا دلوقتي يا باشمهندس عايزين نركب الدور التاني، برضو في نفس الكلام، في عندي اجهزة، ده كده الدور التاني اهو، وفي برضو 4 كمبيوترات برضو للانجينير او كمبيوترين، مش لازم 4 يعني عشان الوقت، هنا 1 للانجينير 1 للسيلز،
ده هنديله من نفس الرنجات بتاعة الإنجينير.